أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات اتفاق الشرعية والانتقال وأبعاده ومآلاته. أكد مصدر حكومي التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق بين الشرعية والمجلس لانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا في العاصمة السعودية الرياض. ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله إن المشاورات التي تجري برعاية سعودية حسمت نقاط الخلاف التي تسببت في تأخير إعلان الاتفاق الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه سيتم التوقيع عليه خلال الأيام القادمة بحضور العاهل السعودي والمبعوث الأممي إلى اليمن. وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن الاتفاق نص على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين الشمال والجنوب ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، كما ينص على عودة الحكومة إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة مشتركة بقيادة السعودية لتنفيذ الاتفاق. ما الذي يمثله هذا الاتفاق وما ضمانات تحقيقه وصموده، وكيف يمكن توزيع حصة الجنوب في هذا الاتفاق؟ سنناقش ذلك مع ضيوف هذه الحلقة بعد متابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا. لم يعلن رسميا حتى الآن عن فحوى اتفاق الرياض أو جدة، وكل ما ينشر لا يعدو أن يكون تسريبات، لكن ما تطابق منها حتى الآن يشير إلى تسوية ربما تمثل بصيص أمل لشيء من الاستقرار بغض النظر عن الطرف المنتصر، فالكل في الهم يمن. المتفائلون يرون الاتفاق في مجمله إذا نجح في جعل مشروع المتمردين الانفصاليين إلى شراكة وتحويلهم إلى موظفين في الحكومة، فضلا عن دمج قواتهم المنشوية ضمن الجيش النظامي كجزء من الأمن والجيش، فإن ذلك يعد انتصارا لليمن الوحدوي الجمهوري. بينما يرى المتشائمون من طرف الشرعية أن الاتفاق يجهز على المرجعيات السابقة وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني، ويهيل التراب على مشروع اليمن الاتحادي القائم على الأقلمة التي يتبناها الرئيس هادي، إضافة لكونه يؤسس لخارطة سياسية ترضي السعوديين والإماراتيين قبل أي طرف يمني، كونه يبقي اليمن رهن التقسيم الجغرافي. فريق آخر من الشرعية يرون من جهتهم في اتفاق جدة أو الرياض صيغة تشبه ما أراد الحوثيون فرضه بعيد انقلابهم وسموه اتفاق السلم والشراكة، ناهيك عن كونه يكرس الوصاية السعودية على اليمن. مراقبون يقرؤون هذا الاتفاق من زاوية توحيد الجبهة ضد العدو المشترك والأخطر وهو الانقلاب الحوثي السلالي، وبين كل الأطراف وحده الشعب يأمل في حل يختم عقدا من الوجع والكوارث المتوالية والمركبة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط أكثر من أي طرف آخر. لنقاش أوسع ينضم إلينا من عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. أهلا بك معنا سيد عبد الرقيب. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. مرحبا بك. إذن اتفاق جدة، كيف تنظر إلى هذا الاتفاق بين الشرعية والانتقالية؟ طبعا من خلال متابعتي لآخر مسودة قبل التوقيع، وهي عبارة عن أربعة أوراق تحدثت يعني بلغة واضحة، اعتبرت المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية 2016 منطلقا وأساسا لهذا الاتفاق. تحدث عن يعني تشكيل حكومة مناصفة مكونة من 24 وزير بين الشمال والجنوب، تحدثت عن إخراج القوات العسكرية جميعا من عدن فيما يبقى لواء عسكري واحد لحماية معاشير وهو لواء يتبع الحماية الرئاسية. الكثير من البنود تحدثت، وأستطيع أن أتحدث وأقول أن مجمل الاتفاق يصب في صالح الحكومة الشرعية. اليوم ذهب المجلس الانتقالي ليبحث عن مشروعية بين قوسين شكلية
وسلم كل شيء، وبالمقابل قبلت الحكومة الشرعية أن يكون هناك توقيع شراكة مع المجلس الانتقالي وأخذت منه كل شيء. هذا هو العنوان الذي نستطيع أن نقرأه من جميع البنود التي وردت في اتفاق الرياض الذي وقع بالأمس. لكن هناك من يعتبر هذا الاتفاق تنازل جديد من قبل الشرعية، وشبهوه أيضا باتفاق السلم والشراكة الذي أراد الحوثيين فرضه على الرئيس هادي. لا أتفق مع هذا الطرح. هناك فرق كبير بين اتفاق السلم والشراكة الذي استفاد منه الحوثيون وبين اتفاق الرياض الذي استفادت منه الحكومة الشرعية. اليوم بموجب هذا الاتفاق تعود الحكومة الشرعية إلى عدن خلال 7 أيام حسب بنود الاتفاق، وتقوم بمباشرة العمل ويعني إعارة المرتبات وتسليمها للمواطنين. إذن اليوم الحكومة الشرعية لهذا الاتفاق عادت عدن إلى حاضنتها، بل وتدمج جميع الأذرع الأمنية والعسكرية التي كانت تابعة للمجلس الانتقالي والتي اعتمد عليها في إثارة الفوضى والعبث والانقلاب، إدماجها في إطار وزارتي الداخلية والجيش. إذا نحن اليوم أمام مكسب يحسب للحكومة الشرعية وذوبان وابتلاء كامل للمجلس الانتقالي وأذرعه الأمنية والعسكرية التي حددها الاتفاق أنها يجب أن تخرج ويعاد هيكلتها وتكون خارج مدينة عدن. نعم، إذن تحدثت عن شروط هذا الاتفاق وأنه يحتوي 24 حقيبة وزارية، نصيب الجنوب 12 حقيبة. برأيك هل هذه ال 12 الحقيبة ستكون فقط متوقفة على المجلس الانتقالي ولن تخص بقية مكونات الجنوب؟ هذا البند وهي المناصفة بين الشمال والجنوب هو جوهر وترجمة لمخرجات الحوار الوطني الذي حدد هذه النسبة والسلطة في التقاسم بين الشمال والجنوب. اليوم الحكومة الحالية الآن مكونة من 80% من الجنوب و 20 إلى 25% من الشماليين. اتفاق الرياض يعيد الحق إلى نصابه بعودة 25% من نصيب المحافظات الشمالية في الحكومة، أي أن المجلس الانتقالي الذي يدعي انه يمثل الجنوب اليوم ذهب الى جده، وكان الجنوب ممثل في 75 الى 80 من نسبه الحكومه. بموجب الاتفاق سيعود العدد وسيعود العدد الحقيقي، بل سينصف المحافظات الشماليه. التقسيم لم يكن حكرا على المجلس الانتقالي، هناك مكونات كثيره. نعم. يشمل هذا التقسيم او هذا العدد ال 50% تشمل الشرعية والمكونات السياسية والمجلس الانتقالي والائتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع ومجلس الحراك السني الذي يدعمه باعوم. اليوم المجلس الانتقالي بهذا الاتفاق يقر ويوقع على أن الجنوب لم يعد حكرا له، بل ويؤكد على أن الجنوب متنوع ويتكون من مكونات ومنظمات وعناوين كثيرة. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب، ينضم إلينا من إسطنبول عادل المسني باحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا سيد عادل. أهلا وسهلا حياكم الله. البعض يرى أن اتفاق الشرعية والانتقال يشبه اتفاق السلم والشراكة من حيث فرض شراكة حتى على مستوى المؤسسات والوزارات السيادية، كيف تنظر أنت إلى هذا الاتفاق؟ بصراحة يعني الاتفاق لا يخدم أجندة الشرعية، وهذا واضح. أولا لأن المملكة العربية السعودية هي مهيمنة على الموقف بكامله وفرضت هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق يعني جاء على يعني غرار انقلاب ضد الشرعية فرض أجندته أيضا بالقوة، والمملكة العربية السعودية تشرع من خلال هذا الاتفاق لهذا الوجود الانقلابي في الساحة الجنوبية. ايضا الوضع لا يخدم ايضا يعني اخراج يعني اتفاق يخدم المشروع اليمني. الشرعية لا زالت في المعتقل، وهذا الاتفاق ايضا في الرياض، وهذه الاطراف المنقلبة ايضا على الشرعية تجاهر ايضا بمواقفها على مدار الأزمة
بد الشرعية وتتبجح أيضا عبر ميليشياتها الموجودة في الساحة الجنوبية بأنها يعني جيش مستعد أيضا على الشرعية ومدعومة أيضا من دولة أقليمية. الكلام أيضا كثير حول انسحاب الإمارات، لكن هذه الأجندات هي أيضا من أنشأتها دولة الإمارات وهي من تصلها وتدعمها، واليوم أيضا تفرض وجودها على اليمن. لا يبدو أن هناك اختلاف كبير فيما يتعلق أيضا بالموقف السعودي عن الموقف الإماراتي. نعم. الشرعية أصبحت يعني لكن ضيفي عبد الرقيب تحدث على أن هذا الاتفاق هو يعتبر ناصر للشرعية حيث أنه قائم على المرجعيات الثلاث. المرجعيات الثلاث تتعرض لضربات قاتلة من قبل دول التحالف، الانقلاب الآن في الساحة الجنوبية وفي الساحة الشمالية هم الذين يملكون الأوراق على الأرض، بفضل أيضا جهود دول التحالف هم من يعني يمتلكون يعني من يحكمون على الأرض، من يمتلكون الأوراق والقوة والميليشيات، ومدعومين أيضا من دول التحالف. الشرعية هي الوحيدة خارج المسرح الفعل في اليمن، موجودة معتقلة أيضا بالرياض، وإلى هذه اللحظة توجد خطوط حمر على عودة الشرعية. الآن التحالف يستخدم كل ثقله أيضا من أجل فرض انقلاب جديد على الشرعية. ما كان يعني أحوجنا لهذه الفوضى العارمة، ونحن نقود حرب ساخنة ضد الانقلاب في الشمال المدعوم من دولة يعني إقليمية كبيرة كإيران. التحالف كان مفترض أن يدعم أجندات الشرعية ويقوي ويعزز أيضا من جهودها، بدلا من يدخل أيضا أن يدعم انقلاب وينشئ انقلاب عبر ثلاث سنوات، ومن ثم أيضا يقود إلى هذه الطبخة وهذه المسرحية التي تبعث مسار الشرعية ومشروعها في الساحة الجنوبية. والمستفيد الأول والأكبر هي هذه المشاريع الضيقة التي تعصف للمشروع اليمني. يعني برأيك ألا يذكر هذا الاتفاق باتفاقية سعادة فيصل مع مصر، وأسفر عن حكومة بالتقاسم بين الملكيين والجمهوريين، وفي الأخير ترك اليمنيين لحربهم ومصيرهم؟ في الحقيقة يعني لا يمكن أبدا التعويل على أي اتفاق تدعمه دول التحالف. دول التحالف يعني مشروعهم انكشف بالكامل في الساعة اليمنية. هذه الدول تتحسس من المشروع اليمني، من يمن قوي يعني استخدمت كل ثقلها واموالها واجندتها ايضا لاضعاف المشروع اليمني لدعم هذه الاجندات الخبيثه في الساحه المحرره، ولا نتكلم نحن على الشمال، في الساحه المحرره كان مفترض ان يكون ساحه يعني وجود كبير للشرعيه تدعم ايضا يعني استعاده الدوله في الشمال، وايضا تؤسس لنموذج يمني قوي جدا، قوي يعني يستطيع ان يخلق دوله يعني تهفو اليها قلوب كل اليمنيين شمالا وجنوبا. هذه الاجندات المدعومه من التحالف شوهت مشروع الدوله، عاقت مشروعها، دمرت يعني مكتسبات اليمن، حاصرت اليمنيين يعني منعت ايضا المناطق البريه والبحريه والموارد السياديه لليمن، ادخلت اليمن عنصر المجاعه بامتياز، والان ايضا وفي الاخير ايضا تدعم انقلاب ضد ايضا هذا الوجود الضعيف والهج للشرعيه في الساحه الجنوبيه، والان تتبجح بانها ايضا يعني انشات هذا المشروع الاتفاق الكبير التي يعني تسوق له في اليمن. اعتقد انه لا يمكن ابدا الوثوق في الدوله السعوديه، ولا يمكن ابدا ان تكون هناك ضمانات لعوده شرعيه قويه في الساحه اليمنيه. الاتفاق هذا يقوم ايضا على دوله الامارات والسعوديه، وهاتين الدولتين يعني مشروعهما واضح في اليمن، فلا يمكن ابدا التعويل على اي دور مستقبلي لهذين الدولتين في دعم اي مشروع يعزز حضور الدوله في الساحه الجنوبيه. عادل المسني، باحث في العلاقات الدوليه، كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. اعود اليك استاذ عبد الرقيب، اذا كيف يمكن التاكد من ان الامارات انسحبت من عدن، وعلى ماذا تراهن الشرعيه في تنفيذ هذا الاتفاق؟ اولا يعني انا اتفهم راي بعض المتشائمين كضيفكم من اسطنبول، ربما يتحدث عن يعني الاداء السابق للتحالف و الإجراءات والعبث والتخريب الذي حصل خلال 4 سنوات، لكن أنا أتحدث اليوم عن الاتفاق الذي هو أمامي الآن والذي أبرم ووقع بالأمس. فيه البنود والكثير من النقاط والكثير من الكلام الوارد يعزز وجود الشرعية ويعيدها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
الحديث هنا عن اي تشاؤم، يعني اعتقد علينا اليوم ان نرى على ارض الواقع. الحكومه الشرعيه بل الرئاسه اليمنيه اشترطت قبل اي توقيع ان تكون هناك اجراءات ميدانيه. الشق الميداني من الاتفاق حسم وتحرك وطبق قبل التوقيع. انسحبت الامارات من مقر التحالف وسلمت للمملكه العربيه السعوديه من مطار عدن الدولي، من بعض النقاط في حضرموت، في عدن، في أديان. هناك شواهد وتصريحات رسميه. اذا الامارات اليوم لم تعد في المشهد. انسحبت حتى قطع الغيار التي قدمتها كهبات وكصدقات وحسنات للشعب اليمني واغاثتها. اذا الامارات اليوم في حاله حنق كبير وواضح، لم تذكر في الاتفاق، لم يرد اسمها لا من قريب ولا من بعيد، بل وتكرر تكررت مفردة تحالف دعم الشرعية أكثر من مرة. نعم. إذا تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب. الحوار مستقبلا. نعم، تفضل بالبقاء معي. أرحب بضيفي الباحث السياسي مهتم بالشأن اليمني محمود علوش. مرحبا بك سيد محمود. أهلا بك. كيف تنظر أنت لاتفاق الشرعية والانتقال برعاية سعودية وفق رؤيتك لهذا الاتفاق؟ بداية تحية لك وتحية أيضا لمشاهديك المحترمين. أنا أعتقد أن رغم أن الاتفاق يعني من حيث الشكل هو ينهي أزمة بين الحكومة وبين المجلس الانتقالي الانفصالي، إلا أنه في المضمون يحتوي على مضامين أنا أعتقد أنها ليست مناسبة تماما للشرعية. على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع المحاصصة داخل الحكومة وتوزيع المناصب الحكومية بالمناصفة بين الشرعية وبين المجلس الانتقالي كما قرأنا في بعض الصحف السعودية، هذا الأمر بالتقدير هو أمر خطير يكرس لوضع سياسي جديد في اليمن لا يصب في مصلحة وحدة اليمن على المدى الطويل. وإن كان الاتفاق ينهي من حيث الشكل انقلاب عسكري، لكننا نحن كنا في مرحلة انقلاب عسكري والآن نحن أمام أشبه ما يشبه انقلاب سياسي في اليمن أو داخل المحور أو داخل تحالف الشرعية. أنا أعتقد أن الإمارات سعت إلى استثمار التحركات العسكرية للانفصاليين على الأرض خلال الفترة الماضية من أجل توظيفها في سياق سياسي معين، وهو ما حصل خلال الأيام الأخيرة من خلال الاتفاق الذي يحكى أنه تم إبرامه بالفعل بين الحكومة والانفصاليين، وبالتالي استطاعت الإمارات أن تفرض شروطها بشكل جيد على جميع الأطراف بمن فيهم السعودية التي اليوم وإن بدت بمظهر وكأنها لعبت دورا في نزع فتيل الأزمة لكنها في المقابل كرست حالة سياسية أنا أعتقد ليست مناسبة تماما للمشروع الوطني اليمني والوحدوي اليمني، لأن من فعل انقلاب على الشرعية وحاول القضاء عليها واليوم سيجلس على طاولة نفس الطاولة مع الشرعية كشريك لها في الحكم، أنا لا أعتقد أن هذا سيغير كثيرا من القناعات الانفصالية وقناعات المشروع الانفصالي في اليمن. قد نشهد خلال الفترة المقبلة ربما الحد من الطموحات العسكرية للمجلس الانفصالي، لكن أنا أعتقد سيحاولون توظيف هذا المكسب اليوم خلال الفترة المقبلة. كيف سيتم توظيف هذا المكسب؟ وأنت من خلال حديثك ذكرت أن هناك بعض الألغام في المفردات التي نص عليها هذا الاتفاق، كيف يمكن لنا أن نفهم هذه الألغام، ما طبيعتها؟ يعني بالطبع أنا يعني إذا ما أردنا أن نحكم يعني طبعا كما يقال الشيطان يكمن في تفاصيل بعض الاتفاق. أولا نحن أمام اتفاق لا نعرف كيف تم التوصل إليه بالتحديد، لا نعرف كيف تم إبرامه، جرى إبرامه خلف الكواليس، نحن لم نسمع حتى الآن تصريح رسمي واضح. كما أن في الحقيقة نحن لسنا أمام حالة التوازن في موضوع الوساطة بين طرفي النزاع. اليوم نحن
بين مجلس الأمام طرفين نزاعهما الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لكننا لسنا أمام وسيط محايد، بل وسيط هو أقرب لطرف يلعب دور صياغة المشهد اليمني، وبالتالي أي اتفاق يمكن أن يتبلور عن مع بوساطة هذا الطرف أو ذاك لا يمكن أن يكون اتفاق متوازن بشكل حقيقي وجدي، بل في بعض الحالات أنا أعتقد أن تم فرضه بالقوة على طرف معين وبالتحديد الشرعية. إذا كانت الإمارات استطاعت أن تفرض، لنفترض طبعا إذا استطاعت الإمارات، أو هذا ما يوج له البعض بأن الإمارات استطاعت أن تفرض على الانفصاليين هذا الاتفاق مقابل التنازل عن مكتسباتهم العسكرية، فهذا الأمر لا يبدو غير دقيق، لأنه يبدو أن أيضا السعودية ضغطت على الحكومة الشرعية وفرضت عليها القبول بتسوية تتضمن أن يتسلم المجلس الانتقالي الجنوبي منصب 12 وزير. يعني أنا لا أعرف ما هي حيثيات الاجتماعية والشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي حتى يكون له الحكم بالمناصفة مع الحكومة الشرعية، هذا أمر غير مفهوم حقيقة. نعم، إذا تفضل بالبقاء معي سيد محمود. أعود إليك سيد عبد الرقيب. إذا ألن يفتح هذا الاتفاق خلاف جنوبي من حيث من سيتسلم هذه الحقائب الوزارية ومن سيمثل الجنوبيين في الحصص الحكومية؟ المراقب من الخارج، المتابعين من الخارج وهم يسمعون إلى بند المناصفة بين الشمال والجنوب في الحكومة للمناصفة، يعتقدون أن هذا حقا انتزعه المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا مفهوم خاطئ. المناصفة أقرتها بنود ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أقامته الحكومة الشرعية في صنعاء في جميع مكونات الشعب اليمني في إطار سعيها لحل القضية الجنوبية والمشاكل اليمنية. اليوم هذه المناصفة لم تعد فكرا للمجلس الانتقالي، بالعكس المجلس الانتقالي في ظل هذه المحاصصة 12 وزيرا مثلا للجنوب سيحصل على وزيرين وربما محافظ واحد من محافظات الجنوب، بينما الجنوب يتكون من مكونات أخرى، الشرعية نفسها ومكوناتها الحزبية والسياسية هي جزء من الجنوب. هناك مكونات في إطار الحراك الجنوبي ممثلة في هذا التقسيم وفي هذه المحافظة، لذلك علينا أن نصوت هذه النقطة. اليوم المجلس الانتقالي كان قاب قوسين أو أدنى من خسارة عسكرية في عدن، كان الجيش الوطني يقف على البوابة الشرقية لعدن، ولولا الطيران الإماراتي لتم الحسم عسكريا. اليوم هذا الاتفاق في الرياض يعيد الحكومة الشرعية إلى عدن ويبتلع المجلس الانتقالي وشعاراته وأدبياته والقضية التي كان يزايد بها على الجنوبيين، وأنه لا يسعى إلى الانتقال ولا إلى الجنوب العربي بين قوسين، بل يبحث عن حقيبتين وزاريتين ومنصب محافظ بإحدى المحافظات. شكرا لك عبد الرقيب الهدياني الصحفي والمحلل السياسي، كنت معي من عدن. أعود إليك سيد محمود. إذن من المقرر أن يتم توقيع هذا الاتفاق يوم الأحد بحضور الملك سلمان والمبعوث الأممي، إذن لماذا تغيب الجامعة العربية عن اتفاق بهذه الأهمية بينما تحضر في قضايا ثانوية ثانية؟ يعني أنا أولا فقط لو تسمح لي أريد أن أعقب على نقطة رد على الضيف الكريم الذي تحدث عن مفهوم المناصفة. مفهوم المناصفة عندما يطبق سيدتي في حالة طبيعية، نحن أمام حالة غير طبيعية في جنوب اليمن، نحن أمام طرف فرض المناصفة، فرض ما يعتقد أنها المناصفة وما يعتقد أنه حقه بالقوة، وليس عبر الحوار وليس عبر أن يجتمع اليمنيون على طاولة واحدة ويتفقون على هذا الأمر. فهذه نقطة مهمة يجب أن نكون، أو أعتقد أني وضحتها بشكل ربما مفصل. الأمر الثاني فيما يتعلق بسؤالك، للأسف يعني الجامعة العربية غيابها لن يقدم ولن يؤخر كثيرا من المعادلة اليمنية، كما حال غيابها سواء عن الوضع في سوريا أو حتى عن أي قضية عربية. الجامعة العربية ليس لها أي دور في المسألة اليمنية على الإطلاق، هي غائبة عن المسألة اليمنية، لذلك أنا شخصيا لا أعتقد أن حتى التساؤل عن دور الجامعة العربية ربما يعني يعتبر مضيعة للوقت في حقيقة الأمر، سواء فيما يتعلق بالمسألة اليمنية أو فيما يتعلق بأي قضية إقليمية أخرى بارزة. للأسف اليوم لا يوجد دور عربي واضح، وحتى إن وجد هذا الدور في بعض الحالات
بالذات يكون له نتائج سلبية أكثر منها إيجابية. فأعتقد أن اليمنيين الآن بغياب الجامعة العربية ربما يكون وضعهم أفضل من غيرهم. إذا ذكرت أن هذا الاتفاق يعد انتصار لأبو ظبي على الرياض، برأيك لماذا السعودية مرتهنة هكذا للإمارات ولا تستطيع يعني أخذ موقف حازم مما يحدث في اليمن؟ يعني أنا لا، يعني أنا لا أريد أن أحكم، لا أريد أن أتهم السعودية بالرهان بقدر ما أريد أن أحكم على بعض ما يمكن أن نشهده بالعين المجردة فيما يتعلق على الأقل بالمسألة اليمنية. نحن في المسألة اليمنية أمام حالة شاذة في جنوب اليمن. السعودية سعت وقالت إنها تريد إنهاء هذا النزاع عن طريق الحوار وعن طريق المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانفصاليين، وغابت كل الأطراف إلى جدة. وكانت هناك عدة اجتماعات منذ فترة طويلة ولم يعلن عن اتفاق. الآن إذا ما نظرنا في حقيقة الأمر إلى بنود الاتفاق فهو اتفاق غير عادل على الإطلاق وغير متوازن. أنا لا أريد أن أتحدث أن الحكومة الشرعية كسبت أو المجلس الانفصالي الجنوبي كسب، نحن أمام حالة غير طبيعية، وهذا يكرر سابقة خطيرة على الأقل فيما يتعلق بتحالف الشرعية، بأن من يستطيع أو من يريد أن يحقق مكاسب على في السياسة فمن المشرع له أن يقوم بانقلاب عسكري هنا وهناك. هنا الخطورة في الأمر. كان يجب، أنا أعتقد أنه لو تم الاتفاق، لو كان هذا الأمر حصل برضا اليمنيين وبرضا محو تحالف الشرعية بالكامل ومن دون أن يكون هناك انقلاب عسكري فقد يكون أمر جيد. لكن أعتقد أن السعودية يعني إن استطاعت بالفعل أن تعيد الأمور إلى نصابها في عدن عسكريا، لكنها ربما كرست لوضع ومعادلة سياسية جديدة في المشهد اليمني. وأنا أجزم وأكاد أجزم بأن هذه المعادلة الجديدة السياسية لن تكون في صالح الوحدة اليمنية على الإطلاق. نكتفي بهذا القدر. الباحث السياسي المهتم بالشأن اليمني محمود علوش، كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيوفي عادل المسني باحث في العلاقات الدولية أيضا من إسطنبول، وعبد الرقيب الهذياني الصحفي والمحلل السياسي من العاصمة المؤقتة عدن. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. كل التحايا مقدمة مني ومن معد هذه الحلقة زميل وديع عطا ومن الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.